أكثر من 17 عاماً مرت على العراق وشعبه لم يرى خلالها سوى حكومات غير قادرة على النهوض بواقع البلاد ومواكبة متطلبات المرحلة، حكومات عاجزات حتى عن التصدي لاستغلال الكتل والأحزاب السياسية لهذا البلد الذي أنهكته الحروب والدمار وتفضيل المصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب، وفي الوقت الذي انتفض فيه الشعب المغلوب على أمره على هذه الحكومات التي سلبته أبسط حقوقه في العيش الكريم أو حتى التعبير عن الرأي. جاءت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد صراعات وتجاذبات وتنافر بين المتحكمين بالسلطة والعاملين على اقتسام الغنائم وسط تطلع شعبي عراقي خالص لما ستقدمه حكومة الكاظمي بعد طول انتظار. محللون سياسيون رأوا أن التحالفات السياسية الداعمة لرئيس الوزراء وبرنامجه الحكومي بدأت تظهر على الساحة العراقية، وذلك بهدف تقوية مسار الدولة وتطبيق القانون وتلبية مطالب المتظاهرين وإعادة الثقة بالنظام السياسي. هذه التحالفات أولا لدعم حكومة السيد الكاظمي، لدعم الإصلاحات، لدعم القانون في الدولة العراقية، لأنه الفترة السابقة شهدت الساحة السياسية العديد من التوترات والتجاذبات والتنافر بين القوى السياسية. تأييد البرنامج الحكومي والعمل على دعم إصلاحات الكاظمي والتصدي لمحاولات إفشالها كانت من وجهة نظر أخرى تطلب دعما نيابيا من خلال التصويت على تمرير قرارات الحكومة بسهولة وضمان عدم استغلال القوى السياسية لنفوذها لتحقيق مصالحها الضيقة. أعتقد لو تشكلت تحالفات داعمة إلى توجهات الحكومة وبرنامجها، وطبعا هي ستكون مدافعة عن الحكومة، تدعم البرنامج، تؤيد هذا البرنامج يعني من خلال التصويت، يعني من خلال الضغط البرلماني، يعني يستطيع رئيس الحكومة أيضا يمرر قراراته بسهولة، وبنفس الوقت يعني حتى لا تكون تستغل القوى الأخرى مصالح لابتزاز رئيس الوزراء. وضع سياسي معقد وأزمات اقتصادية ثقيلة وخزينة خاوية وصراعات إقليمية ودولية كبيرة تلقي بظلالها على العراق، وجائحة بدأت تنخر برئة العراقيين هي ما وجدته حكومة الكاظمي على طاولتها عند تسلمها السلطة، فهل ستسمح حيتان الفساد لهذه الحكومة بإعادة العراق لسابق عهده؟